البنات، السلام عليكم. وشاكم البنات، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام. البنات وشراكم، صفا لباس، الحمد لله. إن شاء الله اليوم جيتكم بوصفة جديدة بغسات. هاد الغسات مليحة للوجه، وسورتو سورتو سورتو الإنسان يديرها كي يخرج في الثلج في البرد. فوالا، جوزوا معايا ان شاء الله تشوفوا المقادير واش لازم. هادو زوج بومادات ينخدموا في الدار، واحده تنخدم بالشحم تاع الجمل البنات، ها هو شحم الجمل، وواحده تنخدم بالزيت تاع نوات كوكو البنات، هاي الزيت تاع نوات كوكو. فوالا البنات، نبداو. وان شاء الله هذه لا بيتراف، البيتراب البنات. ان شاء الله البنات باش ندير لكم المقادير، نذوبوا. راني جبت زوج صحونه صغار، فوالا نذوبوا، نديروا لنوات كوكو الزيت، نديروا هذا الذوب هنا، ونديروا الشحم يذوب هنايا، ومن بعد ان شاء الله نولي لكم. ان شاء الله نديروا المقادير اللي لازم. البنات بقاو معايا ان شاء الله، نبداو على بركة الله. بسم الله البنات، هذا الشحم تاع الجمل البنات، هذا مليح بزاف 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 بزاف، هذا مليح للوجه، مليح لكلش البنات. ان شاء الله بكري البنات كانوا النساء تاع زمان كانوا يديروا له الغوجالاف، الحماير ولا العكر ولا واش تقولوا له نتوما، الغوجالاف كانوا يديروه بهكذا، يخدموه في الدار. كانت المراه تكحل بالكحل وتواسي السواك وتواسي الحماير في فمها ولا في حناكها بهذه الطريقه البنات. فوالا بقاو معايا دروق، ان شاء الله نحيو الزيت تاع نوات كوكو. شوفوا البنات ريحتها ما شاء الله البنات، ما شاء الله. فوالا البنات هذه باش نخليها، فوالا نذوبها دروق، نرجع لكم البنات ندير هاد الثوب ونولي لكم. البنات بقاو معايا، راني درت درت الزيت تاع نوات كوكو، درت هاد الذوب، ودرت الشحم تاع الناقه يذوب، ودروق راني وليت لكم دروق نرابي شويه تاع البيتراف البنات، كنرابي قدامكم تشوفوا. فوالا البنات، فوالا نربي شويه، ومن بعد ان شاء الله بقاو معايا البنات. فوالا انا فوالا البنات هذا واش البنات، ها هو الشحم، ها هو الشحم تاع الناقة، وزيت نوات كوكو، الزيت تاع جوز الهند. فوالا بقاو معايا البنات. البنات شوفوا دروق هذه نديرو هكذا البنات، شوفوا دروق البنات نصفيوها، نصفيو كاع، نحطوها هكذا البنات
شوفوا كيما راكو تشوفوا معايا، نقرب لكم شويه البنات باش تشوفوا ترابيها، ومن بعد تخرجيها في ال كاين اللي يعصرها كاين اللي فوالا. انا فوالا ها هي، سامحوني نحي هذوك اللي بقاو شويه. هاي البنات ديريها هكذا، هذه طريقه مليحه وفيتامين وين كريم ديريها كي تخرجي وجهك ما ينحرقش. اللي عندها الشهيلي، اللي عندها بزاف الناس اللي كيخرجوا برا للزنقه في البرد، شواربهم يبسوا، الفمها يولي يابس ناشف. ان شاء الله البنات هذه طريقه هايله وبسيطه وموجوده عند كاع الناس اللي ما عندهاش الشحم تاع الناقه. تقدر دير بالزيت تاع نوات كوكو، ولكن تكون زيت هكذا شابه، تكون زيت حره ماشي زيت مزوره. فوالا البنات، فوالا هذه هي، ها هي البنات، ها هي البنات تروق. نكبوها البنات، سامحولي دقيقه ان شاء الله. بقاو معايا البنات، بقاو معايا، نزيد نكب شويه الماء تاع فوالا، باش ان شاء الله. بقاو معايا البنات، فوالا البنات ها هي الزيت هذه تاع نوات كوكو، تاع زيت الجوز الهند. فوالا البنات ها هي، ها هي البنات، سامحوا لي دقيقة نجيب نوسي المغرفة ونعاود نولي ان شاء الله. هاني وسيت دوكا البنات، تتخلط هكذا، خلطوها البنات مليح 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 ان شاء الله. ومن بعد نديروها هاي البنات، شوفوا كيفاش تولي دروق. نقدر نديروها في بلارة، انا خيرت هذوما تاع الواسمو تاع فلفل الكحال وكامل اللي عندنا في الخارج. فوالا البنات نكبها هنايا باش ما تجمدش، ونواسي عليها مليح مليح البنات. انا هذو اللي بقى ان شاء الله هذا نخليه. فوالا البنات هاي نغلق عليها، ومن بعد البنات ها هي، ها هي شوفوا البنات، زيدوا خلطوها مليح باسكو راح تجمد البنات. فوالا دروق، نزيد نرجع للشحم تاع الناقه ان شاء الله، اللي هو تاني كذلك مليح بزاف. البنات تبقاو معايا ان شاء الله. فوالا البنات، اللي تحب دير بزاف دير البنات، اللي تحب دير بزاف دير. انا درت لكم شويه باش تشوفوا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. البنات الشحم شويه يريح من بصح، معليش البنات لي تري بون بور لا سانتي البنات. هذه تقدري مام الشحم يداوي به، الشحمه هذه يداوي بها كلش البنات. شوفوا البنات، شوفوا من بعد كي يجمد يولي الكريم. دروق البنات نكبو كيما كبيت الاخر، وان شاء الله ابقاو معايا. ها هي نكبو البنات، ها هو الشحم هذا تاع الناقه. البنات شحم الناقه مليح بزاف بزاف بزاف، راهو يداوي الصدر كي تدهني به صدرك، تدهني به كلش البنات يولي ما شاء الله. ها هي البنات ها هي كيفاش دروق يجمد البنات ويولي الكريم. ديريه تستعمليه ان شاء الله. دوك نولي لكم نرجع لكم البنات، هذا لي شات. شوفوا البنات، شوفوا شوفوا، نوري لكم كيفاش تقدري تستعمليه
كوم بوماد، هذه تاع الزيت تاع النواة كوكو نديرها في وجهي البنات، باسكو مليحة بزاف، مليحة البنات، انا ما نحبش نرمي. فوالا فوالا لي في، جبت لكم اون ريسيت اللي تقدروا تستعملوها كي تخرجوا في الدار، حاجة طبيعية وحاجة فيها ما شاء الله فيها بزاف الدواء، وفيها ما شاء الله البنات. شوفوا البنات انا مسحت التبسي باسكو تالمون كو، شوفوا البنات شوفوا اليد تولي ما شاء الله، تولي تبرق اليد وتولي شابة، والشحم شوفوا البنات الشحم يجمد بفيه، الشحم شوفوا البنات بفيه يجمد. سامحوا لي يدي تزلق، مقدرتش نحل. شوفوا البنات بفيه الشحم، وشوفوا كيفاش يولي، تولي بومادة غوز ناتشورال يا البنات. وهذا الشحم تقدري ديري في فمك، تقدري ديري في وجهك، تقدري ديري في كلش، هذا يداوي كلش، هذا يداوي. حتى تخلطوه مع العسل وزيت الزيتون وتخلطوا له وديروه كوم اون بوماد في الليل، تسخنوها وتاكلوها الناس اللي مرضى بلازم، راهو يداوي لازم يا البنات، يداوي الضيقه، يداوي اللي عنده ما يقدرش يتنفس. وهذه البنات هذه راهي باش تجمد بالعقل، الزيت تاع لانوات كوكو البنات. فوالا زيت الجوز، فوالا البنات هذه هي، ابقوا معايا حتى يجمدوا وراني نرجع لكم البنات. وليت لكم شوفوا انا عندي هذايا، كي تشكي توجور تقعدي تحركي هكذا باش تتخلط لك كامل. شوفوا البنات شوفوا كيفاش هي تتخلط، تولي اون كريم يا البنات، تولي اون كريم. شوفوا ديجا بدات تجمد، حبيت برك نوري لكم كيفاش كي تجمد. شوفوا البنات كي تجمد تولي اون بوماد البنات، ها تولي اون كريم. وشوفوا دوك نوري لكم، بقاو معايا ان شاء الله بالحاره نوري لكم برك. درتها اديريها في المجمد، شوفوا البنات شوفوا كيفاش تولي. شوفوا ممكن ديريها في حناكك تولي لك، شوفوا تمد بالحموره يا راكو تشوفوا، شوفوا تولي كي الفغاجو، شفتوا البنات. ومام في الشوارب تولي كي شغل درتي اوج على ماجي ماجيك، هذاك وجرب ماشي ك سامحولي. فوالا البنات هذه هي، وهذا هو، ونزيد نوري لكم الاخرى. ها هي تاع الشحم كيفاش، ها هي نزيد نخلطها بيان 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 البنات باش نوري لكم كيفاش يولي الشحم. الشحم راهو يجمد، الشحم حتى كي تحبي ديري لازم توجور تخرجيه شويه على فونس، مي تقدري ديري، تقدري ديري بيدك يرحمك الله. فوالا البنات ها شوفوا البنات شوفوا كيفاش ولا، شوفوا البنات شوفوا الا راكو تشوفوا معايا، شوفوا شوفوا البنات مام ديريه في فمك سي تري بون، حتى ولا يدخل لك في فمك راكي تستبني في حاجه فيها بزاف منافع، تقتل كاع لي ميكروب، تقتل كلش البنات. وكي تخرجي يولي حاجه ما شاء الله طبيعيه، ما فيها حتى مواد تاع اللي تضرك، وحتى تسرطيه في فمك ما تخافيش تقولي غوجالاب ولا تقولي حاجه، حتى ولو الغوجالاب حاجه كاين اللي غوجالاب دو مارك يعني حاجه فريمون كلاس، مي هذوما اللي كانوا بكري امواتنا وكانوا الجدات تاعنا يستعملوا هاد المواد في ديارهم. شوفوا البنات شوفوا كيفاش يجي، شوفوا يجي طبيعي، شوفوا البنات شوفوا حاجه طبيعيه. ها البنات يجي غوجالاف طبيعي، ما فيه حتى مواد اللي
سامة ولا مواد اللي تضر ولا أي حاجة. البنات هذه عادة كانوا بكري العرايس يواسيو هذا ويواسيو الكحل اللي فيه منفعة للعينين، وكانوا يديروا سواك السنان يوليو أبيض، الفم تتنحى، قاع هذيك الرائحة من الفم كانت العروسة تروح. ما شاء الله يا البنات، ماذا بينا نعودوا نوليو للعادات. فوالا البنات، هذه هي، وهذا هو دوك نوري لكم في يدي غير شوية كيفاش. شوفوا البنات، شوفوا، قولوا لي بالله عليكم ماشي حاجة شابة. شوفوا البنات اللي تحب تدير، ها شوفوا البنات، حاجة ناتشورال وحاجة طبيعية وحاجة ما شاء الله البنات. فوالا البنات، فوالا، هذه هي، وهذه هي وصفتنا اليوم. ان شاء الله نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم، مع خوتكم، مع ناسكم، مع جيرانكم. ان شاء الله بارطاجيوه لماكسيموم باش الاخوات الكل يتعلموا، ماذا بينا يستفادوا وكل الاخوات. ما تنسونيش بلايك البنات والاشتراك معايا، وبعثوا لي لي كومونتير. كتر خيركم الاخوات المغربيه تاع الكومونتير، كتر خيركم بالبزاف. نقول لكم لا فيريتي، الجزائريات والمغربيات كومسا نستعرف بكم نسا. ميرسي على النصائح، شكرا اختي اللي بعثتي لي نصيحه وقلتي لي طولي في الفيديو، راكي ديري اون فيديو قصيره. اني ان شاء الله نحاول اني نطول لا فيديو، وبقاو معايا ان شاء الله حتى اخر فيديو. هذه هي وصفتنا اليوم، وهذه هي هاي البنات، هاي جمدت، شوفوا كيفاش تولي البنات. ان شاء الله نتمنى نكون قدمت لكم حاجة، نتمنى نكون اني قدمت لكم حاجة مفيدة. بارطاجيو لا فيديو، الله يجازيكم. ونقول لكم ما بقى لي الا نقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين. البنات أنا نتلقى معكم في فرصة القادمة إن شاء الله، نبقوا معايا إن شاء الله. إن شاء الله كي نخرج برا راني ندير لكم فيديو إن شاء الله. أنتم موالين الخير، وهذا الخير مفضلكم، مفضل الله وفضلكم. أني وصلت بزاف شاهدوني وبزاف بعتولي وبزاف شكروني، ويكتر خيركم بزاف 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 بزاف. وربي يحفظكم وربي يستركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام البنات، بيزو، السلام عليكم.